الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حياكم الله عز وجل ورضي الله عنكم وأرضاكم وسدد خطاكم وطبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم عملا لا رياء فيه ولا سمعة، صلاة لا رياء فيها ولا سمعة، درسا لا رياء فيه ولا سمعة. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، ساكنا مستقرا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا رب لم شملنا، وحد صفنا، اجمع كلمتنا، ألف بين قلوبنا، خذ بأيدينا إلى بر الأمان. يا رب اشف كل مريض، عافي كل مبتلى، نفس هم كل مهموم، فرج كرب كل مكروب، اكشف غم كل مغموم، سدد دين كل مدين، اقض حاجة كل محتاج. يا رب أعطي كل محروم، يا رب ارزقنا البركة والتوفيق والقبول، اللهم آمين. وأتبرأ من كل حول وطول وقوة إلى حول الله وطوله وقوته، وأقول طالبا من الله العون والتوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، لا يزال حديثنا بعون الله جل وعلا موصولا، لازلنا مع رحلة الروح. ده اللقاء قبل الأخير في الدار، دار القرار، إما جنة وإما نار. فكلمنا شوية على بعض النار وما فيها. النهاردة نتكلم على مشتر جهنم، يعني في ناس تشتري النار. وإن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله نتكلم على حاجتين: آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا. وهنتكلم على جزء من النداءات اللي هتدور ما بين أهل الجنة والنار، وبعض الأعمال التي تنجي من النار. ده اللقاء القادم إن شاء الله. النهاردة نتكلم على بعض الناس اللي اشترت جهنم. يعني دايما واحنا صغيرين كانوا يقولولنا الجملة دي، فهمناها قوي لما كبرنا: الجنة ببلاش والنار بفلوس، الجنة ببلاش والنار بفلوس. الجنة ببلاش ليه؟ مساجد مفتوحة وخدمة رائعة جدا جدا وتجدها فارغة. شوف الكافيهات، مش بقول انه لازم يكون حرام يعني، لكن شوف المسارح والسينمات ومثل هذه الاشياء، ما فيش حد يعمل معصية الا بفلوس، حتى ولو يدخل على انترنت وكلام من هذا القبيل. ومعظم الطاعات ببلاش، يعني عايز تذكر ربنا، عايز تصلي، عايز تستغفر، عايز تقيم الليل، ما فيش فلوس، ده ببلاش خالص. بنية صالحة، ده انت ممكن وانت قاعد بس كده بنية تدخل الجنة، بنية انك تبت من اللي ماضي، وبنية العزم على ان انت تطيع ربنا دلوقتي، وتعزم ان انت في المستقبل لن تعصيه. ما عملتش حاجة ولا قمت من مكانك، وان علم الله صدق نيتك ومت في لحظتك هتدخل الجنة من غير ولا عمل ولا اي شيء. لكن تلاقي ناس بتصمم على انها لازم تشتري جهنم. اول مشتري لجهنم مانع الزكاة، اللي بيمنع الزكاة ماله، ده النبي صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة في النار. ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. العلماء اتفقوا على حاجة عجيبة جدا: الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته، وكل مال أديت زكاته ليس كنزا. انت يا سيدي عندك مليارات، أديت زكاة المال، الله يرضى عنك، كل واشرب زي ما انت عايز، اركب أفخم عربية واسكن في أعظم قصر والبس أحسن ملابس من غير كبر. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. إنما أنا يمكن أنت مستغرب من أنه في حد هيمنع زكاة، ربنا كرمه ومديله فلوس. أنا بتجيني أسئلة النهاردة، ما بتهمش حد، إنما مبلغ ضخم جدا في البنك
كبير مش لا ضخم تمام، ودخل كويس جدا في الشهر، وازاي ادي زكاة مال؟ ده مش مكفيني يا سيدي. يكفيك ما يكفيكش، انا ليا الحكم الشرعي. طب ازاي ومنين يا عم؟ انا مالي ومال منين؟ انت عندك المبلغ ده لازم تأدي زكاة مالك. طيب هو ممكن 10% من مش عارف ايه يا سيدي؟ هي 2.5%. خلصنا، انت حر انت وربنا سبحانه. فبيتفلت وعمال يجيني يمينه، اصل مصاريف مش عارف ايه. يعني انت منتظر مني ان انا اقول لك ما تأديش زكاة مالك؟ فتتعجب من هذا. الله يرضى عنه. المشتري الثاني لجهنم الظالم. الظالم يا جماعة كارثة. الظالم كارثة، اوعى تظلم. ولذلك اول كلمة يوم القيامة ربنا يقول ايه؟ لا ظلم اليوم. انت ممكن تهرب النهاردة، لا يوم القيامة مفيش. اول كلمة لا ظلم اليوم. ولذلك لما واحد اسمه ابو مسعود البدري، العبد عنده آذاه، فمسك الصوت الكرباج يعني ورافع كده هيضربه، فسيدنا النبي من ورا قال له اعلم ابا مسعود ان الله اقدر منك على هذا الغلام. ما نزلش الصوت، وقع من ايد ورده، ساب الصوت وجاب صوت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله، شوف الناس دي كانت ذكية ازاي، يا رسول الله هو حر لوجه الله. ما عادش يقول له اصله عمل، اصله سوى، اصله اذاني، انا اخلص خلص رقبتك. فسيدنا النبي قال له اما انك لو لم تفعل للفحتك النار. والمفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة ويأتي وقد شتم هذا ظلم. من كانت عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. صدقني النهاردة ارخص. عجبتني البوست كده مكتوب على الفيس، يقول لك الراجل بتاع بيتزا خبط على شقة، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. تمام، فاخد منه البيتزا، قال له عايز حاجة تاني؟ قال له الحساب يا فندم. قال له الحساب يوم الحساب. بيهرج معاهم اللي بيدعبوا يعني، واحنا شعب بنحب النكتة الجميلة يعني. فالموصل البيتزا رد عليه جملة كلنا لازم نقف عندها. الراجل خد البيتزا وبيقول له ايه، بيهرج معاه الحساب يوم الحساب، فرد عليه قال له ايه؟ قال له صدقني النهاردة ارخص. صدقني ايه؟ النهاردة مهما دفعت فلوس ارخص، لان يوم القيامة الكلمة ممكن اخد منك حسنات سنة كاملة، يبقى هنا ارخص صدقني. فرقم اثنين الظالم، ما الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. المشتري الثالث القاضي السيء، القاضي اللي بيجوع في قضائه. مش لازم القاضي اللي قاعد على منصة القضاء، انت لو اثنين زمايلك في الشغل حكموك انت قاضي، انت في البيت لما بين وعينين من ولادك انت قاضي، فانتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، اثنين في النار واحد في الجنة. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين في النار، قاضي قضى بالهوى وقاضي قضى بغير علم، الاثنين دول في النار، انما اللي قضى بالعدل ده في الجنة. المشتري الرابع سيء الكلام، المغتاب، النمام، نقل الكلام، السباب، اللعان، الشتام، الهماز، الغماز، اي ان كان بقى. ان العبد لا يتكلم بالكلمة 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 من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار كام؟ 70 سنة بكلمة واحدة. فبالكم بقى لو 10 ولا 20 ولا 100 ولا 50. المشتري الخامس القاتل المتعمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المشتري السادس بسرعة اللص. اللص ده مين؟ اللي بيسرق، او اللي بيسرق من المال العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان رجالا يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. واحد موظف يسحب شوية اقلام ويروح بهم على البيت، يسحب شوية ورق ويروح على البيت، دلس بيستخدم اجهزة الشغل لاغراضه الشخصية. سيدنا عمر بن الخطاب جايله عامل بيحاسبه بالليل، مولع لمبة من لمبات بيت المال، فخلص الحساب خلصت؟ قال له نعم.
كيف حالك يا أمير المؤمنين؟ جمسك السراج طفار أعد ضلمك. قال له الحمد لله رب العالمين. قال له لما يا أمير المؤمنين؟ قال له من بيت المال فلا أستخدمه لنفسي. ده سيدنا عمر داخل، عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، الاثنين شم ريحة تفاح جاي من البحرين لبيت المال، ريحة حلوة قوي. فأمسك أنفه، لما يا أمير المؤمنين؟ خشيت أن يسألني ربي لما شممت طيب المسلمين وأنت لا تملكه. فانتبه لنفسك، الله يرضى عنك. صليت على سيدنا النبي، فاللص الحرامي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، كل واحد يتسأل، لدرجة انك انت تتحاسب عن الوردة الصغيرة اللي قطعتها ورميتها. يعني لو انت ماشي وجنينة في الطريق جيت ماسك وردة قطعها ورميها، هتتحاسب عنه يوم القيامة. نقول تاني، لو انت ماشي في الطريق ولقيت وردة جيت قطعها ورميها، هتتحاسب يوم القيامة. النبتة الزرعة الصغيرة اللي تقطعها من غير حاجة، ده تحاسب عنه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود، من قطع سدرة بغير حق صوب الله رأسه في نار جهنم يوم القيامة. كارثة. السدرة الشجيرة الصغيرة، فما بالك بقى باللي يكسر الصفة، واللي بيكسر أدوات الشغل، واللي بيتعمد إنه يبوظ عربية الشغل، واللي يتعمد إنه يبوظ الجهاز اللي بيشتغل عليه في الشغل عشان يمشي بدري. إذا كان صاحب الشغل مش عارفك، ربنا عارفك. فده حرامي ولسه يحاسب بين يدي الله رب العالم. المشتري السابع لجهنم المعتدي، اللي بيعتدي على حد، اللي بيقتل حد، اللي بيأذي حد، ايا كان الاعتداء، حتى ولو كان الاعتداء ده تخويف. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقي واحد من الصحابة مفزوع قوي، عارف مفزوع مروع خايف، عمال يدور على ايه؟ يدور على حذائه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روعه ردوا عليه حذاءه. لا تروع المسلم، فان روعة المسلم ظلم عظيم. وبالتالي انا نسيت الموبايل بتاعي، بتفرج معايا، خبيت الموبايل، هتتحاسب يوم القيامة. تخوفني ليه؟ تخضني على مفاتيح العربية ليه؟ انتبه كويس جدا، الكلام ده كله بيتحسب، بيتحسب وهنتسائل عنه يوم القيامة. انت متخيل مسألة؟ لا تروع المسلم فان روعة المسلم ظلم عظيم. للدرجات لا اكتر. عارف لو انت بصيت لحد بصة قوية ضايقك كده وانت معدي بالعربية، فجيت بصيته جامد جدا وهو راجل غلبان خاف منك، هتتحاسب عن البصة دي يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر الى اخيه نظرة يخيفه بها بغير حق اخافه الله يوم القيامة. مسألة مش سهلة يا جماعة، الله يرضى عنك، مش سهل. احنا البعد عن الدين مسهل الامور كتيرة. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من ممن اشترى جهنم داعية السوء. يا رب استرنا علينا وعليك، ما تقولش حاجة وما تعملهاش، ما تقولش حاجة وما تعملهاش. ومش شرط داعية السوء يكون قاعد كده زي حلاكي على الكرسي وبيدرس، ولا واقف على المنبر ويخطب. انت لما بتأمر ولادك في البيت انت داعية، يا بتعمل بالكلام اللي بتقوله يا اما تبقى داعية سوء. ركز واضحك احسن. ابقى لوحدي؟ لا، تعال معايا، فنخلي بالنا من بعض. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. خلي بالك الكلمة اللي تقولها اعملها، ادي على قد ما تقدر. مقصودش ان احنا نبقى ملايكة، لكن ما ينفعش تروح لدكتور يقول لك السجاير مضرة جدا، والسجاير هي اللي عاملة فيك كده، وياك تعمل والسجارة قدامه بيشرب ما ضرك ايه ده. والاب يقول لابنه اوعى تشرب سجاير والسجارة دايما في ايده، والاب يقول لابنه اوعى تكذب وهو بيعلمه الكذب بيدربه. ده ما ده داعية سوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل سيدنا جبريل: ما هؤلاء يا اخي يا جبريل؟ لقي ناس شفايفهم بتتقص في جهنم. قال: خطباء الفتنة الذين يقولون ما لا يفعلون. اي حد يقول كلمة وما يعملهاش خطيب فتنة، داعية سوء. ابن القيم يقول: خطباء الفتنة وقفوا على باب الجنة. ركز في الصورة دي، خطباء الفتنة اللي هو بيقول كلامه يعمل غيره، وقفوا على باب الجنة.
يدعون الناس إليهم بأقوالهم، تفضلوا تعالوا الجنة حلوة، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. أنه أقوى تأثير، القول ولا الفعل؟ الله ينور عليك فيه. الفعل اللي بتعمله قدام ولادك هو اللي هيتربوا عليه. ولذلك عجبني كلمة لدكتور طبيب نفسي قال نحن لا نربي أولادنا، هم يقلدوننا. خلص الكلام. تخيل انت، نقولها تاني، نحن لا نربي أولادنا هم يقلدوننا. الأب العصبي وعمال يقول للولد كن هادي، هيطلع عصبي. تمام. الأب اللي صوته عالي، العيال بيبقى صوتهم عالي، مش لازم قدام أبوهم بس يطلع من البيت ويعملوا في أمهم اللي ما يتعملش، يرفع. نحن لا نربي أولادنا هم يقلدوننا. شوف أنت بتقعد إزاي للأكل، ابنك بيقعد زيك. شوف بتاكل إزاي، بياكل زيك. قبل ما تيجي تاكل تلاقي رايح تغسل إيدك، تلاقي ابنك الصغير ده في إيدك. أنا حصل معايا كل ما أجي أكل أغسل إيدي. فجيت في مرة اللي حط أكل اتحط، جيت قاعد فلقيت ابن صغير، كان صغير جدا، قال لي انت ما غسلتش ايدك ليه يا بابا؟ قلت له اصل انا لسه متوضي ومصلي. فقلت له لسه، فلقيته ملاحظ قوي. وبعدين فكرت لقيته فعلا كل ما اغسل ايدي الاقيه ورايا يغسل ايده زيي. فعلا هم يقلدوننا، فانتبه لده كويس قوي. فخطباء الفتنه وقفوا على باب الجنه، تعالوا بكلامهم ويدعونهم الى النار بافعالهم. فاذا قالت اقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا، لأنه لو كان خيرا لكانوا أول المتمسكين به. فهم في الصورة أدلاء خير، وفي الحقيقة قطاع طرق عن الله رب العالمين. ده قاطع طريق. ومقامك بين الناس أثر أقوى من فعلك. قل لي ألف خطبة واعمل قدامي حاجة، أنه أقوى أثرا اللي بتعمله؟ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. كمان مشتري من مشتري جهنم الصاحب السوء. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. اللي يقعد معاك لازم يكون إنسان كويس، تمام؟ اللي يدخل بيتك لازم يكون إنسان كويس، مهمة جدا. إما قالش حاجة حلوة مش هيعينك على معصية. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. صاحب الخير يا إما تشم منه ريحة حلوة، يا إما يديلك فوق برفان، يا إما تسمع منه كلمة حلوة، يا إما يدلك على خير. إنما صاحب السوء كارثة. وقل لمن تصاحب أقول لك من أنت، والصاحب ساحب. وسيبك من كلمة صاحب صاحبك على عيبه، أبدا أبدا، عيبه هينتقل إليك وأنت لا تدري. كان لي أستاذ في الجامعة وأنا في سنة رابعة كلية، وأكرمني الله بصداقته. كان أستاذ اللغة العربية، أستاذ اللغويات. فمن ضمن دايما المهنة تحكم، تلاقي المهندس له طريقة كده بالكلام غير الدكتور غير المحاسب، المهنة بتحكم. فهو أستاذ لغويات، فيكلمك ويجي قايل إيه؟ الشاهد كذا وكذا، لأن هو دايما متعود على كده. يجيب بيت الشعر ويقول لك الشاهد منه كذا، يجيب الآية القرآنية ويقول لك الشاهد كذا، هنا مرفوعة هنا منصوبة هنا مجرورة هنا مجزومة. فتعود على انه دايما يقول الشاهد. انا لا اقلد احدا ولا احب التقليد، لقيتني وانا مش واخد بالي وانا بتكلم اقول ايه؟ الشاهد كذا الشاهد كذا الشاهد كذا، هو كذا. فمفيش حاجة اسمها صاحب صاحبك على عيبه. ان كان خيرا هينتقل، وان كان شرا سينتقل. واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. واضحة جدا. صليت على سيدنا النبي. من المشترين لجهنم الذي يكذب متعمدا على سيدنا رسول الله. والله رحمة كلمة متعمدا دي، رحمة. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احنا معظمنا، وانا كنت يعني كان بيحصل مني ان ممكن اقول حديث وانا مش واخد بالي، ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون موضوع، الى ان اكرمنا الله يا رب يسترها علينا وعليكم. فقبل ما تقول قال رسول الله لازم تكون متاكد، لان احنا بنقول كلام ما قالوش النبي. اقول لك عينه، الجنه تحت اقدام الامهات، مش حديث خالص.
الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، مش حديث. خير البر عاجله، مش حديث. انتبه كويس، انتبه كويس جدا قبل ما تقول قال رسول الله، لازم تبقى عارف ومتأكد انه قاله فعلا، ما قالش ما تقولش. صليتوا على سيدنا النبي. من المشترين اكل الربا، اوعى الربا. من المشترين المنتحر اللي يقتل نفسه. من المشترين المرائي. وافزعني وانا قلت لكم هذا الكلام ان اول ثلاثة يستفتحوا جهنم ثلاثة من المسلمين. انا وانا صغير كنت فاكره فرعون، قارون، هامان، ابو جهل، ابو لهب، اميه بن خلف، تمشي. انما ثلاثة من المسلمين هم اول ناس يستفتحوا جهنم كارثة. الثلاثة مرائين، المتصدق المرائي والمجاهد المرائي والعالم المرائي. ليه؟ اصلا انا ابقى ما عنديش دم لما يبقى الكلام لربنا سبحانه وتعالى وانا اريد به وجه الناس، ده كارثة. قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من الذين يشترون جهنم المتكبر، المتكبر اللي بيتمنظر على الناس، المغرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ايه؟ حبة من خردل من كبر. يقول الله عز وجل قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. كمان يا جماعة من الذين يشترون جهنم النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات المتبرجات، هن المنافقات، يسموها بقى حرية شخصية، يسموها ملوخية، يسموها زي ما يسموها، حرام. مفيش تبرج في الاسلام، في حشمة، في حشمة، في تقوى لله رب العالمين. صنفان من امتي من اهل النار لم ارهما، قوم معهم صياط كاذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كاسنمة البخت المائل. كارثة. اخيرا من الناس اللي اشتروا جهنم الذي يعذب الحيوان، اللي بيعذب الحيوان، بيعذب قطة، بيعذب كلب، بيعذب حيوان. تعذبه ليه؟ نفسها تسأل عنها امام الله عز وجل. امرأة دخلت النار بسبب ايه؟ هرة حبستها. يا جماعة انتبهوا كويس، الارض اللي حواليك بتحس بيك، عربيتك اللي انت راكبها بتحس بيك، ثوبك اللي انت لابسه بيحس بيك، بيتك اللي انت ساكنه بيحس بيك، الزرع اللي قدامك بيحس بيك. تخيلوا استاذ في كلية العلوم عمل اربع صوبات، اربع خيم، زرع فيهم زرع متساوي، نفس الزرع هو واحد اثنين ثلاثة اربعة، اثبت ان الزرع نفسه بيحس. الزرع بيحس لان الزرع فيه نامية نباتية، فيه نمو، بيحس مع الهواء، مع الجو، مع الزرع، مع الشمس، مع النور. الخيمة الاولى رقم واحد يسمع قرآن مرتين في الاسبوع، الخيمة الثانية يتشتم مرتين في الاسبوع، الخيمة الثالثة يتهان زرع قدامه مرتين في الاسبوع، الخيمة الرابعة عادية جدا، ولا قرآن ولا سب ولا شتم ولا حد. اربع شهور وجاء وقت الحصاد. اللي بيسمع قرآن، الزرع اللي بيسمع قرآن جاب محصول بزيادة 140% بسبب القرآن الكريم. طب التاني اللي بيتشتم، اللي بيتشتم ويضرب زرعه قدامه قل بنسبة 40%، يعني كل اللي طلعه 60%. التاء الرابع اللي هو مفيش حاجة خالص، لا الزرع العادي جدا اللي هو طلع نباته عادي جدا. فأثبت ان النبات بيحس، لا ده أثبتوا ان المية نفسها لما تمسك كده كوب الماء وتقرأ عليه الفاتحة مثلا، المية نفسها بتحس بيك. فبالك بقى لما تعذب حيوان، ولا تعذب قطة، ولا تعذب كلب، عافاكم الله ربنا يسترنا وإياكم، ما ينفعش أبدا. كل حاجة صدقوني بتحس بيك، حتى الأرض نفسها يومئذ تحدث أخبارها. الأرض بتحس بيك، الزرع بيحس بيك، فتعاملوا مع الكائنات على أنها بتحس بيكم يا جماعة. خليها دايما لا ترى منك الا الخير. دول ناس اشتروا جهنم، الباب مفتوح وباب ربنا مفتوح لا يغلق ابدا. ربنا بيقول لك، كانه بيقول لك، متى جئتني قبلتك، ان اتيتني ليلا قبلتك،
وإن أتيتني نهارا قبلتك، إن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا. من الذي أتى بابنا فطردناه؟ من الذي سألنا فما أعطيناه؟ من الذي دعانا فما أجبناه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اشرح صدورنا، استر عيوبنا، آمن روعاتنا، زك نفوسنا، طهر قلوبنا، اجبر كسرنا، ارحم ضعفنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهد أولادنا، اهد شبابنا، ألف بين قلوبنا. يا رب ارزقنا راحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وحسن المآل. لا تخيب لنا رجاء، لا ترد لنا دعاء، لا تشمت بنا الأعداء، اشفنا ربنا من كل داء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماع لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا